أما في الموصل وتجنبا للمزيد من الحوادث المرورية، أقدمت بلدية الموصل على نصب سياج حديدي للطريق الممتد من نفق البلديات إلى تقاطع المثنى المجسر بعد زيادة حوادث الدهس والزخم المروري بسبب عبور المشاة. شاهدوا معي هذا الفيديو. مشاهدينا، هذه الخطوة أشاد بها الكثيرون بسبب عدم التزام الأغلبية بالعبور من جسر المشاة. رضا الرحمن كتب: هذا خط سريع والناس ما تهتم، والسواق ما تهمهم حياة الناس، لهذا السبب البلدية مشكورة على هذه الخطوة الجيدة، وخصوصا هذا المكان اشقد راحت بناس. زينب طه كتبت: بالرغم من وجود جسر مشاة لكن الناس ما تعبر منه إلا من الشارع وتصير حوادث، فالأفضل هو هذا الحل تجنباً للمزيد من الخسائر. أما أبو ميلا فكتب: فكرة ممتازة، والأفضل وضع كاميرات مراقبة لأنه ممكن يعملون به فتحات ويخربوه، والأحسن لو يخلون درج كهربائي لأنه أكو ناس عندها مفاصل أو كبار بالسن مثلاً ما يقدرون على الدرج، لازم نحسب حساب للكل.